أبسي أموني أمونيا النادي القبرصي غرناطة الإسباني في الدور أوروبا ليج، وإن الجولة الثالثة وشاهدنا كيفاش غرناطة يفوز على أبسي نيوغاسي القبرصي في عقد داره، وشاهدنا كيفاش كانت خاصة من هذا النادي القبرصي وين عانى بعد خروج ميشيل في الدقيقة 41، يعني شاهدنا كيفاش بنخيل الذي سجل الهدف في الدقيقة الرابعة وانتهى الشوط الأول لصالح غرناطة بهدف لصفر. لويس سواريز الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63، يعني كانت مباراة وشأن كل مدرب وشأن كيفاش هذا النادي القبرصي اللي دخل بخطة 5-4-1، شأن كيفاش غرناطة ويدخل بخطة 4-4-2، يعني شأن كيفاش هذا نيوغاسي النادي القبرصي وين فابينيو في الحراسة، توماس مايكل آدم للناج يان، شأن كيفاش غوميز فيتوري غوميز كذلك إيريك ماريوس ميشيل فاتوس، يعني نقولوا باللي شنا يانيس اللي دخل في الشوط الثاني وهو مدافع، شنا شيهو عبد الله في الدقيقه 46، تيغو في الدقيقه 73، أدينستي في الدقيقه 46، يعني كانت المباراه نقولوا باللي مباراه كانت شيقه، مباراه اللي شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا كيفاش غرناطه وين سيلفا جيرمان شاهدنا كيفاش جيرمان كارلوس ماكسيم شاهدنا كيفاش كينيدي بنخيل شاهدنا كيفاش لويس سواريز وهو مهاجم لويس مايا اللي دخل في الدقيقه 46، يعني كانت مباراه كانت شيقه، مباراه اللي شاهدنا فيها اهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا فيها حماس كبير يعني من جانب غرناطة، وين عرفوا كيفاش يسجلوا، عرفوا كيفاش يحافظوا على النتيجة، يعني نتيجة اللي كانت في صالحهم خارج ميدانهم، يعني عرفوا كيفاش يخفوا 3 نقاط بذكاء كبير. هذه هي الجولة الثالثة الأبسي نيغوسي القبرصي غرناطة يفوز على النادي القبرصي في الدور أوروبا ليج.